أحد الدعاة الكبار سمعته على أحد القنوات الفضائية يقول بأن النظر إلى وجه الكريم لله سبحانه وتعالى في الجنة مراتب درجات، ومنهم من ينظر الله سبحانه وتعالى على كل حال، ومنهم من ينظر صباحا ومساء، ومنهم من ينظر في اليوم مرة. وأنا سألت هذا السؤال فقال إنه لا يوجد دليل على هذا الكلام، فمن أين أتى هذا الداعي الكبير هذا القول؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل يقول هل ثبت أن رؤية الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم والدين والمسلمين والمشاهدين والمشاهدات من أهلها، هل ثبت أنها مراتب؟ كل نعيم داء الجنة مراتب كما دلت على ذلك النصوص، فليس أهل الجنة على مرتبة واحدة، بل هم درجات متفاوتة في النعيم والفضل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بسائر نعيم الجنة أو كان ذلك فيما يتعلق بأعلى نعيم الجنة وهو النظر إلى الله جل في علاه. فالنظر إلى الله تعالى يختلف فيه المؤمنون على حسب قوة إيمانهم، سواء كان ذلك في التنعم بالرؤية التي يشتركون فيها أو في عدد رؤية رب العالمين جل في علاه. وما ذكره أخونا من أنه سمع من يقول بأن هناك من يراه كل جمعة وهناك من يراه كل يوم وهناك من يراه في اليوم مرتين، هذا جاء في بعض الأحاديث وعليه استند من قال بهذا التفصيل، وفضل الله واسع، إلا أن أصل التفاوت في نعيم رؤية الله عز وجل ثابت بكسائر نعيم الجنة.